مشاهدينا اهلا بكم الى نشرة الاخبار من قناة وطن ونبداها مع ابرز العناوين. التحالف الثلاثي يعقد اجتماعا في اربيل والمستقلون يؤكدون انهم سيطرحون مبادرتهم الخاصة لحل الازمة. بعد كشف وزير النفط لنواياها، أربيل تفشل في تبرير مماطلتها وتهربها من الإجابة على مقترحات بغداد. ردا على التشكيك بكفايته لثلاثة أسابيع، وزارة التجارة تبعث رسائل تطمين بخصوص الخزين الاستراتيجي من الحنطة. الديمقراطي يلعب أوراقه البرلمانية لتطبيق اتفاق سنجار، والأيزيديون يتهمونه بالمتاجرة بقضيتهم للحصول على مكاسب. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد القيادي في الإطار التنسيقي تركي العد بأن التفاهمات الإيجابية رفعت مقاعد تحالفه إلى 170 مقعدا في مجلس النواب، مشيرا إلى ذلك سيتم الإعلان عنه قريبا. وقال العد بأن لقاءات مكثفة وجيدة عقدت خلال الأسبوعين الماضيين وخرجت بتفاهمات مهمة مع نواب من قوى متعددة، بينهم مستقلون داعمون لمبادرة الإطار ومؤمنين بقدرته على المضي بالعملية السياسية وحل الانسداد وتشكيل الحكومة. وأشار العدبي إلى أن الإطار تجاوز عتبة النصف زائد واحد، وهو مستمر في حواراته مع بقية القوى حول مبادرته الأخيرة التي تمثل مسارا واضحا للخروج من الانسداد السياسي. هذا وأكدت أطراف سياسية أن هناك عمل وتحركات من قبل لجان مشكلة من الإطار التنسيقي للتحاور والتباحث مع الكتل السياسية الأخرى لترجمة مبادرة الإطار والذهاب نحو تشكيل الحكومة. أكد ذلك النائب محمد البلداوي مشيرا إلى أن عمل لجان الإطار التنسيقي يجري وسط محاولات العرقلة التي يقوم بها التحالف الثلاثي، محاولا جر المستقلين نحو تحقيق العدد المطلوب لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية لصالح هذا التحالف. ومن جانب آخر، أكد عضو الاتحاد الوطني غياث السورجي أن الإطار التنسيقي حريص على حل الأزمات من خلال دعمه لتشكيل الحكومة من قبل المستقلين. وحذر السورجي من تحرك أطراف سياسية ضمن التحالف الثلاثي من أجل تفردها بالقرار والمطالبة بإقصاء أي طرف معارض لها، عدا ذلك كارثة سياسية ستؤدي إلى إقصاء جميع المعارضين. في الأثناء يرى أعضاء ائتلاف دولة القانون أن مبادرة الإطار تختلف عن نظيرتها في التيار الصدري، حيث يسعى الأخير لتسليم رئاسة الوزراء للمستقلين بهدف جرهم لحضور مجلس النواب وانتخاب رئيس الجمهورية. أكد مصدر سياسي مطلع عدم تواصل النواب المستقلين لاتفاق يحسم توجههم لأي من مبادرتي الإطار التنسيقي أو التيار الصدري. وقال المصدر أن اجتماع المستقلين حضره 46 نائبا في بيت النائب حيدر الشمخي، ومشيرا إلى أن المجتمعين لم يخرجوا باتفاق نهائي، ولكن تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال يومين لحسم هذا الموضوع. هذا وكشف النائب المستقل باسم خشان عن نتائج اجتماع النواب المستقلين بشأن أزمة تشكيل الحكومة. وقال خشان إن اجتماع النواب المستقلين خرج باتفاق على أن تشكل الحكومة من قبل المستقلين، وهو استحقاق شعبي بحكم الأصوات التي حصلوا عليها، مضيفا أن تشكيل الحكومة سيكون على طريقة المستقلين وليس بطريقة المبادرتين من قبل الإطار والتيار، وذلك رغم احترام المستقلين لهذه المبادرات، ولكنهم لا يقبلون بالحصول على منحة من هذه الأحزاب. وأكد خشان أنه سيتم طرح مبادرة من قبل المستقلين ستكون موجهة للشعب بالدرجة الأولى وللقوى السياسية بالدرجة الثانية بهدف الخروج من الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة.
بكم من جديد. أكد القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي إن المبادرات التي طرحها الإطار مع حلفائه في ثلث الضامن تعتبر فرصة كبيرة لإنهاء الانسداد السياسي. وقال الفتلاوي إن الإطار الشيعي ينتظر رد القوى السياسية بشكل رسمي على هذه المبادرة، كما أن هناك تفاعل كبير مع المبادرة من قبل النواب المستقلين، مضيفا أن عدد النواب الثلث الضامن ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية ومتجاوزا النصف زائد واحد، وذلك بفعل المبادرة. ويعقد التحالف الثلاثي اليوم اجتماعا موسعا في أربيل، وذلك من أجل تحديد مواقفهم من المبادرات المطروحة، فضلا عن إمكانية طرح مبادرة جديدة للحزب الديمقراطي. وقد أعلن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي محمود محمد إن المدة المقررة لتشكيل الحكومة تكاد تنتهي، وهناك سعي جاد لحل الانسداد السياسي القادم. وأشار محمد إلى أن الحزب الديمقراطي بدأ سلسلة اجتماعات مكثفة بحثا عن الطرق الكفيلة بحل الانسداد السياسي، مضيفا أن التحالف الثلاثي يحاول من جهته العمل على إيجاد حل للخروج بالوضع السياسي من الأزمة. وجاءت تصريحات محمد بعد اجتماع مركزي للحزب الديمقراطي ناقش فيه مجمل العملية السياسية وأوضاع المحافظات الشمالية. مشاهدينا، المزيد على هذا الملف معنا عبر سكايب القيادي في الإطار التنسيقي الشيخ جبار المعموري. أهلا بك شيخ جبار. سلامكم الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم جميعا. بعد اجتماع المستقلين الأخير واتفاقهم على طرح مبادرة قريبا، ترى ماذا تتوقع أن يكون سيناريو تشكيل الحكومة؟ وهل سيكون هناك أو ذلك من حصة المستقلين يا ترى؟ نعم، مبادرة الإطار كانت مبادرة واسعة ووضعت الكرة في ملعب ثلاثي، ولذلك الثلاثي اضطر إلى أن يجتمع في أربيل للملمة وضعهم الحالي. والإطاريون اليوم اجتمعوا، العفو، المستقلون اليوم اجتمعوا، وكان أكثر من 46 نائبا قد اجتمعوا في بيت حيدر الشمخي وخرجوا بنتائج، لم يخرجوا بنتائج، و أجلوا هذا الاجتماع ليومين مقبلين، وذلك بسبب خلاف على من يكون هو المرشح. وهؤلاء المستقلون الذين قصدهم مبادرة سيد مقتدى كانوا من طوائف متعددة، حيث منهم المستقلون الكرد والمستقلون السنة والمستقلون الشيعة. وكما لا يخفى بأن منصب رئيس الوزراء هو للمكون الشيعي، فيجب أن يكونوا هؤلاء المستقلون الذين يجب أن يشار اليهم او يشار اليهم السيد مقتدى او الاطار التنسيقي، هم من الكتل الشيعيه. وبما ان الكتل الشيعيه المستقلون في الكتل الشيعيه لا يصل نصابهم الى 40 نائبا، ولذلك نعم. اعتقد هذه المبادره لا تحملها كما نعم. صرح به السيد مقتدى الصدر. وعليه ان لابد من لملمه الوضع، والوقت ينفذ كما تفضلتم، وان المتضرر الاكبر هو الثلاثي في هذه المرحله، حيث لم يستطيع ان يعبر ان ياتوا بمرشحهم لرئاسه الجمهوريه. ولذلك اليوم الاطار التنسيقي اكثر حظا، وهو الذي حصل على نصف، اكثر من نصف زائد واحد. وان شاء الله المبادره التي طرحها سوف تكون ناجعه وسريعه، وعلى الثلاثي ان يرجع بسرعه لان الوقت ينفذ، والاطر الدستوريه لا تخدمهم. نعم. قوانين الدستوريه لا تخدمهم، ولذلك يجب ان يرجعوا بسرعه قبل نفاذ الوقت. نعم. هناك حديث عن استئناف عمل مجلس النواب، هل يعني ذلك ان التحالف الثلاثي سيحاول مجددا تمرير مرشح الديمقراطي لرئاسه الجمهوريه، ام انه سيكون ورقه لاحراج بقيه الاطراف من اجل التفاعل والخروج باتفاق ينهي الازمه السياسيه يا ترى؟ لا نصاب كما تفضل تقريركم، النصاب لم يحصل الثلاثي على نصاب اكثر من 220، ولذلك لا يستطيع في الجلسات المقبله الا هذه الجلسات انه لاجل اعلاميه اكثر مما هي ان تكون جلسات انه لحل مشكله. ولذلك على الثلاثي ان لا يضيع وقته، وان يرجع السيد مقتدى الى البيت الشيعي ليشكل الكتله الاكبر، وان ياتي بمرشح رئيس الوزراء، حتى والكرد ان يجلس فيما بينهم لان ياتي بمرشح رئاس الجمهوريه، والا هذا الانعزال الذي مثله او هذا الخساره الكبيره من الوقت الذي جاء به الثلاثي
كانت كارثه، ولذلك بعد ان فشل الثلاثي ذهب اليوم للتشاور في اربيل، ولذلك هذا وهو هذا انكسار وهزيمه، ويجب ان يعترف الثلاثي بانهما لا يستطيع ان ياتي لا بمرشح الجمهوريه رئاسة الجمهورية ولا مرشح رئيس الوزراء فضلا عن رئيس الوزراء، ولذلك اليوم رموا الكرة في ملعب المستقلين، والمستقلون ليس لديهم نصاب، ولذلك المسألة بقت على وضعها الحالي. لم يأتي بشيء جديد، لا الإطار جاء بشيء جديد ولا الكتلة الصدرية المتمثلة بالسيد مقتدى جاءت بشيء جديد، ولذلك يجب أن يرجع الحل الوحيد أن يرجع السيد إلى البيت الشيعي وأن يرجع الكرد فيما بينهم. نعم. حتى نستطيع أن نسير بحكومة جديدة توافقية إن شاء الله. نعم، أختتم معك مع اجتماع مهم للتحالف الثلاثي في أربيل اليوم، ومن المتوقع أن يخرج بمبادرة جديدة. هل تعتقدون أن التحالف الثلاثي سيتخلى عن موضوع الأغلبية وطرح تنازلات للوصول إلى انتخاب مرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية؟ نعم، إن كانوا عقلاء ويجب أن يدركوا أن الشعب ذاق الأمرين، وأن الشعب العراقي اللي انتظر طويلاً، والكرد الشعب الكردي هو جائع ايضا، كذلك الجماهير سواء كانت شيعيه او سنيه تنتظر اليوم بفارق الصبر ان تنتهي هذه لوي الاذرع، ان تنتهي هذه الاصطفافات، ان ينتهي الثلاثي من هذه الفتنه التي جاء بها وهذا الاصطفاف الذي جاء به، وان يدركوا بان الشعب هو المتضرر الاول والاخير، فعليهم ان يفضوا هذا التحالف المقيت، هذا التحالف الذي لم يأتي بخير للشعب العراقي، وأن ينتهي السيد مقتدى للبيت الشيعي، وأن ينتهي الكرد فيما بينهم مجتمعين أن يأتوا برئيس مرشح لرئاسة الجمهورية، وينتهي الأمر إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى. نعم، أختتم معك، شكرا لك الجزيل الشكر القيادي في الإطار التنسيقي الشيخ جبار المعمولي، كنت معنا عبر سكايب، وأهلا بك دائما. مشاهدينا اهلا بكم من جديد. حددت حكومه المحليه في اربيل نهايه الاسبوع الجاري موعدا للرد على مقترحات وزاره النفط الاتحاديه الخاصه باداره الملف النفطي، وقال مسؤولون كرد ان اربيل لا تزال منشغله بدراسه المقترحات التي ارسلتها وزاره النفط الاتحاديه، مضيفا انه سيتم الرد على المقترحات بصوره رسميه. وجددت اربيل موقفها الرافض لقرار المحكمه الاتحاديه بخصوص اداره ملف النفط والغاز، متهمه اياها بالتعامل بانتقائيه. أعلنت وزارة التجارة عن حجم الخزين الاستراتيجي من الحنطة وتوقعاتها بشأن الموسم التسويقي، وبعثت رسائل تطمين باتخاذها إجراءات فعالة لتأمين خزين استراتيجي من القمح ومفردات البطاقة التموينية لمدة 6 أشهر. وقال المتحدث باسم وزارة محمد حنون إن تقرير ديوان الرقابة المالية الذي تم نشره خلال الأيام الماضية حول الخزين الاستراتيجي كان بمثابة معلومات قدمتها الشركة العامة لتجارة الحبوب كإجراء روتيني بغية تدخل وزارة المالية أو مجلس الوزراء في مسألة توفير الخزين الاستراتيجي. ومبينا أن الحكومة خصصت مبالغ لشراء 250 ألف طن من الحنطة الأجنبية. وأضاف حنون إن موسم تسويق الحنطة كان ناجحا، حيث تتسلم الوزارة 50 ألف طن يوميا القمح في جميع المراكز، ومرجحا أن يحقق الموسم التسويقي نحو 3.5 مليون طن من الحبوب. ومن جهتها أكدت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة أن الخزين الاستراتيجي من الحنطة مؤمن، كاشفة عن قرارات لدعم المزارعين،
وقال مدير فرع الشركة في الأنبار حازم أسود كردي إنه تم استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال موسم التسويق العام الجاري في الأنبار، مضيفا أن مواقع الفروع الأربعة مفتوحة أمام الفلاحين والمزارعين لتسليم الحنطة في المنطقة الغربية. وأشار كردي إلى رفع سعر قيمة الحنطة المستلمة من الفلاحين إلى مبلغ 750 ألف دينار للطن الواحد، كما تعهدت وزارة التجارة بتسليم مستحقات الفلاحين والمسوقين في موسم التسويق ذاته. غضب شعبي واسع من قبل المزارعين في بابل بسبب القرار الأخير لوزارة الموارد المائية بمنع زراعة محصول الأرز والذرة الصفراء لهذا الموسم الصيفي واقتصار المياه على الشرب وري محاصيل الخضروات فقط بسبب أزمة شحة المياه التي بدأت تستفحل. علياس والمزيد من التفاصيل. مديرية الموارد المائية في بابل تتحدث عن عدم وجود زراعة للموسم الصيفي لمحصولي الذرة الصفراء والأرز واقتصار المياه على الشرب فقط وري محاصيل الخضار. قرابة 100 دونم من الأراضي الزراعية لهذين المحصولين ستتحول إلى أرض جرداء بسبب أزمة المياه التي أضيفت إلى مجموعة أزمات الحكومة الحالية. كون العراق أنه بلد المنبع يعني وليس بلد مصب، حوضي دجلة والفرات ينبعان من خارج الحدود، وبالتالي تأثير الشحة كان أكبر على بلدنا العزيز. حقيقة الإيرادات هذه الثلاث سنوات الأخيرة كانت إيرادات قليلة بسبب قلة الأمطار، قلة الغطاء الثلجي، هذا أثر بشكل كبير على كمية الإيرادات الداخلة إلى حوضي دجلة والفرات. وهذه السنة الثالثة اللي هو الإيرادات بها قليلة، مما أصبحت الشحة في هذه السنة شحة قاسية وشحة قوية. بالتالي خطة الوزارة كانت لهذا الموسم هو للمياه الشرب والخضر والبساتين. قرار منع الزراعة جاء صادما لشريحة المزارعين ممن أطلقوا تهديدا واضحا في حال وصل الأمر إلى المساس بقوتهم اليومي، فيما أكد معنيون أن القرار يفاقم أزمة الأمن الغذائي، خاصة وأنه يطال محصولين مهمين في عمل المزارعين. أنت كدولة كموارد مائية، وزارة الموارد المائية المفروض عندك برنامج للفلاح. يعني حقيقة احنا ردينا الفتشي للصفر، رجعنا ما عندنا برنامج نشتغل عليه، ولا الوزارة عندها برنامج يسوون لنا مؤتمرات ويسوون لنا ندوات. هسه يريدني أنا أزرع اليوم يسولفون على الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية وما شابه ذلك. فإحنا نحمل الدولة المسؤولية كل هاي الإخفاقات اللي صارت من سوء تنظيم المي. هسه هم يقولون ماكو زراعة، ماكو، بس نوفر مي للشرب. أنا خواب للشرب أروح أسكن بالولاية، شو اسوي؟ ضال هنا واشرب مي حلو وكذا وهاي، واروح اما اشتغل عامل لاكت. هل هي هذه تخدم البلد؟ احنا هسه صار لنا سنه كامله وهاي اراضينا جاي تشوفونها بعيونكم، هذه ارض انحرثت وانتركت ما قدرنا نزرعها لانه مي ماكو. زين احنا اذا هسه بهذا الوضع وجاي يهددونا يقول لك اكو بعد شتوي ماكو، اذرا ماكو، صيفي ماكو، زين احنا بهيج حاله وين نروح؟ فاحنا راح نصيح، وتالي اكو اجراءات كفل لها الدستور، هي التظاهر، تظاهرات سلميه، ونطالب في صار صوتنا الاعلى مستويات بالدوله او بالعالم او باي مكان. فلا يبدو حديث الحكومه عن الامن الغذائي جدي ولو بنسبه قليله في ظل قرارها بمنع زراعه الموسم الصيفي بحجه شحه المياه، خاصه وان الزراعه تعد القاعده الاساس لتامين الغذاء للمواطن. لقناة وطن علياس، محافظة بابل. وفي ملف الأوضاع بسنجار، قال النائب الأيزيدي شريف سليمان إنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي نية حقيقية للحكومة الاتحادية بتطبيق اتفاق سنجار الموقع مع أربيل، نافية إمكانيتها على تطبيق هذا الاتفاق لأسباب سياسية. وبين سليمان أن استقرار قضاء سنجار يكون من خلال تطبيع الأوضاع في القضاء ومن خلال تطبيق الاتفاق الموقع بين بغداد وأربيل، وبخلاف ذلك سوف يبقى الوضع غير مستقر. وأكد سليمان أن عودة التوتر الأمني لسنجار أمر وارد بأي لحظة، وهذا ما تتخوف منه الأطراف السياسية والشعبية. هذا وقد اتهم عضو الاتحاد الوطني فائق يزيدي الحزب الديمقراطي بمنع عودة النازحين الأيزيديين إلى سنجار،
وقال يزيد نطالب بفتح تحقيق للكشف عن الجهات التي تمنع عودة النازحين إلى سنجار رغم مرور 7 سنوات على تحريرها من سيطرة داعش الإرهابي. واتهم يزيد الحزب الديمقراطي بإجبار النازحين من سنجار على البقاء في المخيمات للاستفادة من أصواتهم في الانتخابات واستخدامهم كورقة ضغط والمتاجرة بهم دوليا، معتبرا ذلك أسلوبا يمثل سعيا لخلق الفتنة في سنجار بين الجيش العراقي والفصائل الأيزيدية. قال محافظ الديوانية زهير الشعلان إن نواب المحافظة سيطالبون بموازنة مالية جديدة للمحافظة كونها لا تمتلك أي موارد مالية مثل البترودولار أو المنافذ الحدودية وغيرها، مضيفا الديوانية يجب أن تكون محط أنظار الحكومة العراقية ومجلس النواب وانتشال المحافظة من واقعها الحالي من خلال إنصافها بموازنة مالية جيدة تستطيع من خلالها تقديم خدمة أكثر للمواطنين. وأضاف الشعلان أن الحكومة المحلية في الديوانية تعول كثيرا على الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بتخصيص المبالغ الكافية لخدمة المحافظة. هذا وجدد أصحاب 30,000 درجة وظيفية تظاهراتهم بالقرب من مبنى الحكومة المحلية في محافظة البصرة احتجاجا على عدم صرف المستحقات المالية وقطع الأراضي أسوة بأقرانهم في المحافظات الأخرى. تفاصيل أكثر مع الزميل علي نعيم. ما إن بدأ الدوام الرسمي بعد عطلة عيد الفطر المبارك حتى شهدت محافظة البصرة مظاهرات عديدة من أهمها لأبناء 30,000 درجة وظيفية مطالبين فيها بصرف الاستحقاقات المالية لعام 2020 والمطالب الأخرى. موظفين تعيننا على قرار مجلس الوزراء 315، يعني ما تعيننا واحد جابنا منا، تعيننا موظفين رسميين نداوم حالنا حال أي موظف. جاي نتهمش من بعض الدوائر، جاي هسه احنا الدوائر مرتبطة بالمحافظة، ما جاي يوقعون لنا عقد، جاي سلم رواتب ما معدلين لنا، واقراننا يعني اخواتنا جاي يسلمون، جاي دوامهم حلو. يعني انت راتبك يا النائب ايش قد شهريا؟ مليون؟ يعني مليونين؟ ثلاثة؟ هذا 300. انا اليوم اطالب من خلال قناتكم بسلم الرواتب الجديد، اطالب بسلم الرواتب، اطالب بقطع الاراضي، اطالب بمستحقات ال20، لان هاي الناس جاعت وتأذت. المتظاهرون أكدوا بأنهم يعملون في أكثر الدوائر خطورة ولساعات متأخرة عن الدوام الرسمي، كما أشاروا على أن السنة التي لم تصرف فيها رواتبهم هي ذات السنة التي تفشى فيها وباء كورونا، وقدموا فيها جهودا مضاعفة في سبيل خدمة المواطنين. أنه مستحقات مال 2020 لا تثبيت لحد ما ثبتون العقود، شايبونا سنتين وكسور، يلا خلونا عقود. وبعدنا ما يبعتها هسه العقود، ايش قد جاي يقولون؟ جاي يقولون العقود 3 شهور، يعني وين اكو عقد يعطيني ماستر كارد يعطيني عقد 3 شهور؟ ماكو عقد بوزاره العراق 3 شهور. كل المحافظات استلمت مستحقاتها الا البصره لم تستلم، والكارثه الكبرى ان كل المحافظات تستلم اموالها من البصره. نحن اليوم خرجنا بمظاهرات سلميه امام مبنى ديوان المحافظه، اذا كانت التسويف والمماطلة من الحكومة المحلية سوف نعتصم، وإذا كان التسويف والمماطلة من الحكومة المركزية سوف نعلن الإضراب عن الدوام. أنا عندي حقوق ما عندي مطالب. إعطاء الحقوق لهذه الشريحة وإنصافهم أسوة بأقرانهم مطلبا يتحتم على الجهات المسؤولة تلبيته في أسرع وقت ممكن. علي نعيم لقناة وطن، مدينة البصرة. هذا وشهدت محافظة ذي قار احتجاجات متواصلة منذ عدة أيام، حيث أغلق خريجون غاضبون من شركة نفط ذي قار مطالبين بتعيينهم. وتأتي تظاهرات الخريجين بعد شهر من الانقطاع قبل التصعيد إثر قيام القوات الأمنية برفع خيام المعتصمين من أمام الشركة. في الأثناء شهدت مدينة الناصرية احتجاجات لمتظاهرين من الخريجين غير المحاضرين، ولليوم الثاني على التوالي للمطالبة بالتعيين. وأكد مشاركون في التظاهرات إغلاق مبنى مديرية تربية ذي قار. وفي سليمانية نظم أساتذة وموظفو الجامعات والمعاهد تظاهرات احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم لشهر آذار المنصرم.
وقال مشاركون في الاحتجاجات أنهم انطلقوا مع بدء الدوام الرسمي صباح اليوم بتظاهرة أمام بناية الكلية التقنية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم لشهر آذار المنصرم، فيما أغلق المحتجون بوابة الكلية وسط مطالبات بصرف الرواتب وبيان أسباب تأخيرها لغاية الآن. وقام المتظاهرون موظفي وأساتذة جامعة السليمانية بقطع طريق رئيسية. أحمد، أهلا بكم من جديد. وإلى الملف الأمني، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على 3 من قيادي داعش بعملية خاطفة في بغداد. وقالت الخلية في بيان أن العملية تمت بجهد استخباراتي مميز ومقاطعة المعلومات، مع الاعترافات من قبل إرهابيين تم اعتقالهم سابقا. وأضاف البيان أن الإرهابيين المعتقلين هم أبو شهد وأبو سارة وأبو يعقوب، وهم مطلوبون بتهمة الإرهاب في بغداد، وقد اعترفوا بتنفيذ عمليات إرهابية في الأنبار، وتزعموا قيادة مجموعات إرهابية استهدفت القوات الأمنية والمواطنين قبل وبعد عمليات التحرير. وأكدت الخلية أن المعتقلين هم من المشاركين بالعمليات الإرهابية في محافظة الرقة السورية. داهمت الاستخبارات العسكرية أوكارا تستخدم كمحطات استراحة لداعش الإرهابي غربي نينوى. وقال بيان للاستخبارات أنه تمت مداهمة وكرين لعصابات داعش الإرهابية تستخدمان كمحطات استراحة لتلك العصابات، مضيفا أنه تم ضبط مواد لوجستية في الأوكار التي تقع غربي نينوى في المنطقة الفاصلة مع حدود قيادة عمليات صلاح الدين. وأشار البيان أن الجهد الهندسي قام بتدمير الأوكار ومحتوياتها بشكل كامل. هذا وأعلنت وزارة الدفاع عن مقتل 3 إرهابيين في جبل كراو في محافظة نينوى. وقالت الوزارة في بيان أن الفرقة 14 للجيش العراقي، وبعد نصب كمين محكم في منطقة جبال كراو، تمكنت من قتل 3 إرهابيين لداعش كانوا يتحصنون داخل كهف في المنطقة. أخيرا، توعدت نقابة الأطباء باتخاذ إجراءات قريبة لإنهاء فوضى مراكز التجميل، مؤكدة أن بغداد تتصدر المرتبة الأولى في مراكز التجميل غير المجازة. وقال نقيب الأطباء جاسم العزاوي أن النقابة ستتخذ إجراءات بحق مراكز التجميل غير المجازة في عموم البلاد لإنهاء الفوضى، مشيرا لأن بغداد تتصدر المرتبة الأولى في مراكز التجميل غير المجازة. وأضاف العزاوي أن الحملة ستبدأ من بغداد لغلق تلك المراكز وستشمل جميع المحافظات، مبينا أن سبب تزايد هذه المراكز يعود الأطباء القادمين من خارج البلاد والذين هم ليسوا من أصحاب اختصاص في مجالات التجميل، ومؤكدا أن النقابة تلقت شكاوى عديدة من ملفات مختلف الجهات بخصوص هذا الموضوع. وبهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام النشرة، وتذكير بأبرز ما جاء فيها. التحالف الثلاثي يعقد اجتماعا في أربيل، والمستقلون يؤكدون أنهم سيطرحون مبادرتهم الخاصة لحل الأزمة. بعد كشف وزير النفط لنواياها، أربيل تفشل في تبرير مماطلتها وتهربها من الإجابة على مقترحات بغداد.
ردا على التشكيك بكفايته لثلاثة أسابيع، وزارة التجارة تبعث رسائل تطمين بخصوص الخزين الاستراتيجي من الحنطة. الديمقراطي يلعب أوراقه البرلمانية لتطبيق اتفاق سنجار، والأيزيديون يتهمونه بالمتاجرة بقضيتهم للحصول على مكاسب. ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.